دفعوا 120 ألف ضحية من أجل حفرها وعشرة آلاف شهيد من أجل تحريرها. قناة السويس، هل هي للبيع حقا؟ وما هو ثمنها؟ حين قدم نابليون إمبراطور الفرنسيين في حملته العسكرية الشهيرة إلى مصر العام 1798، جاء وفي خاطره فكرة أخرى غير الاستعمار، حيث أراد الحفر وتحقيق أحلام أوروبية قديمة تقضي بفتح ممر يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر حفر قناة بين البحرين. حلم كان من الاستحالة بمكان في زمان كان الحفر يعتمد فيه على الفأس، فكيف لقناة بهذا الطول أن تشق وبعمق يمكن السفن من الإبحار فيها؟ غادر نابليون مصر وغادرت معه فكرته وعادت إلى فرنسا. هناك لاحقاً تلقفها أحد السياسيين الفرنسيين والذي يدعى ديليسيبس، والذي أدرك أن أحلام الأوروبيين لن تتحقق إلا بموافقة المصريين وحكام مصر، فبدأ تباعاً بمحاولة إقناع حكام مصر آنذاك من أبناء محمد علي باشا، ولطالما قوبلت فكرته بالرفض ولأسباب عدة، منها صعوبة الحفر، وثانيها كي لا تتحول مصر فريسة للاستعمار. فمرور قناة فيها تربط جنوب الكوكب بشماله كان بلا شك سيفتح شهية المستعمرين أكثر، حتى وصل لحكم مصر أحد أبناء محمد علي من الذين يميلون للغرب ودرسوا فيه، وهو الخديوي محمد سعيد باشا، الذي منح الإذن لديليسيبس العام 1856 للبدء بأعمال الحفر، مع امتياز لشركته الفرنسية بتشغيل القناة وإدارتها 99 عاماً. وعلى هذا انطلق مشروع قناة السويس التي تحولت مع مرور الزمن لواحدة من أهم المشروعات البحرية على الإطلاق، وبذات الأهمية تربعت على عرش الموارد المصرية الكبرى وعلى عرش المشاريع العملاقة التي شكلت اقتصاد مصر وسمعتها. فمصر في خيال الكثيرين حول العالم، إذا ما سألتهم عنها من ضمن الإجابات المتعددة قد تكون قناة السويس إحداها، رفقة نيلها العظيم وإهراماتها التي تخطف الأنظار والسد العالي الكبير. وقد تكلفت القناة طوال سنوات حفرها قرابة 120 ألفا من أرواح المصريين، والتي دفعوها لتقوم القناة ولتشق طريقها بين الرمال والجبال موصلة البحر الأحمر بالبحر الأبيض. وفعلا كان قد افتتح العمل في القناة ربيع العام 1859 وانتهى خريف العام 1869، ليبدأ العمل فيها بعد افتتاح ضخم تاريخي لم تشهد له مصر مثيلا. وصحيح أن امتياز التشغيل كان للفرنسيين، إلا أن القاهرة احتفظت بنصيب لها في القناة، لكن شاءت الأقدار أن تمر مصر بضائقة مالية العام 1875 زمن الخديوي إسماعيل، اضطر خلالها لبيع حصة المصريين من أسهم القناة بمبلغ 100 مليون فرنك فرنسي آنذاك، ثم تقلص المبلغ بفعل تراجع الأرباح إلى قرابة 22 مليون فرنك. ولاحقاً ووفق اتفاقات إنجليزية فرنسية، سعى الأوروبيون لمد الامتياز للهيمنة على القناة ومواردها ليتجاوز 100 عام المتفق عليها، حيث بدلاً من أن ينتهي العام 1969 كان سيمتد حتى العام 2008. ومصر آنذاك كانت ما زالت تحت نير الاستعمار الإنجليزي الذي فاوض الفرنسيين من أجل هذا القرار، لكن لاحقاً اندلعت في مصر ثورة العام 1919 والتي عطلت المشروع، وبعدها بعقود اندلعت ثورة أخرى قادها ضباط من الجيش المصري تحت قيادة جمال عبد الناصر، مكنت المصريين العام 1956 من تأميم القناة رغماً عن الأوروبيين.
ما أدى لاندلاع حرب العام 1956، والتي على إثرها جرى ما يعرف تاريخياً بالعدوان الثلاثي على مصر من قبل فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، وانتهى بانسحابهم جميعاً، ما أمن نصراً معنوياً كبيراً للمصريين، أعطى شعبية جارفة للزعيم عبد الناصر الذي رسخ مشروع القناة كأحد أملاك الدولة غير القابلة للمساس. حتى جرت حرب أخرى العام 1967، فيها منيت القاهرة بهزيمة كبيرة أمام الإسرائيليين، وانتهى الأمر باحتلال سيناء وتعطيل قناة السويس إلى أجل غير مسمى حتى العام 1973، حينها خاض الجيش المصري معركة أكتوبر الشهيرة، واضعا نصب عينيه عبور القناة إلى ضفتها الأخرى ليعلن سيادته عليها في ذات العام، بعد نصر تاريخي للمصريين تكلفوا فيه قرابة 10,000 شهيد. ومنذ ذلك التاريخ، وقناة السويس مثلت لمصر أكثر من ممر مائي يمر عبر أراضيهم، وأكثر من مشروع لربط البحار، فتحولت إلى أحد أهم روافد اقتصادهم بالعملة الصعبة والشركة التي تشغل آلاف المصريين. والأهم من ذلك كله، باتت رمزاً وطنياً غير قابل للمس، فهي عنوان لسيادة المصريين على أرضهم وبحرهم، ومشروع وطني ملك لعموم المصريين. وتباعاً مع الوقت، زادت مداخيل القناة في سنوات عديدة وقلت بسنوات أخرى وفق ما يجري في العالم من أزمات. لكن مع قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة العام 2014، قرر طرح اسمه للمصريين عبر مشروع توسعة للقناة كلف الكثير وتم إنجازه في سنة تقريباً، مشروع دفع بأسهم القناة للمزيد من الارتفاع ورفع معه المداخيل، حتى عصفت جائحة كورونا بالعالم وأثرت على مردود القناة. لكن بعد انقضاء الجائحة واندلاع حرب روسيا وأوكرانيا، قفزت أسهم القناة للأعلى وارتفعت معها المداخيل حتى بلغت ذروتها العام 2022 بدرها لقرابة 7 مليارات دولار على جيوب المصريين. ومع صدور هذا الرقم الكبير وغير المتوقع، خرج خبر يتعلق بالقناة هز أركان الشارع المصري، حيث تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قرار لمجلس النواب يتعلق بتأسيس صندوق يتبع القناة ويحق له بيع واستئجار الأصول، ولم يحدد القانون بداية أي أصول. فجرت ضجة عارمة في الشارع المصري الذي تخوف من بيع أصول القناة للمستثمرين، وهذا أمر من الخطوط الحمراء بالنسبة للمصريين. وسريعاً خرجت هيئة القناة والحكومة للتوضيح بأن بيع الأصول المقصود هو بيع ما يمتلكه الصندوق الجديد، وليس للأمر علاقة بالقناة. هذا ما أعاد التذكير به أيضاً رئيس مجلس النواب المصري بكلمة وجهها للنواب المصريين، فالقناة مملوكة للدولة والشعب وستبقى، وهذا الصندوق المزمع إقامته ما هو إلا استثمار للأموال الفائضة من مردود القناة، والتي ارتفعت في السنوات الأخيرة وتحديداً تلك التي أعقبت أزمة كورونا. إذن وفق ما استقر إليه الحال، فالقناة التي قد تتجاوز تكلفتها مئات المليارات والتي لا تقدر بثمن، فقيمتها أكبر من الأموال بكثير، هي مصرية وستبقى كذلك.